مني ولدت بنتي يا خويا صانيت الاب ديالي، قلت لي زعما يحن قلبك فات الصبيه وانا ولدت وهادي، وزعما راه الحامل خنز تيهزوه مالي حن فيا انا غلط ودرت راسي المراهقه انا، راه يعني انا كون جاني في هذا الوقت دابا اخويا راه ما نغلطش. صافي يا خويا قال لي سيري ديك الدريه ديرها في لاطه ودخلها الفران، وانا خويا راه ما غنعطيش ولادي، راه لو طلاس قسمه مع الارض وغتفرجي في هذا الفيديو وغتسمع هذا الشيء، انا راه ما غنعطيش ولادي، ولادي غنهزهم بسناني. بنتي راه 3 سنين تبارك الله وكتعرف كل شيء، انا بنتي ملي كنت معايا الفيروج كنقول لها شي واحد شي راجل كنقول ليه تعاون معايا خويا الله يرحم بالوالدين، كتقول لي ماما شنو كنقول لك ما تبقيش طلبي. راه ولادي راه ما غاديش نلوح، ما خليني اللي بغى يوقع يوقع، انا عاطي امر الله، اللي دار الله هي اللي غتكون. عليكم السلام خويا، معك زينب 21 سنه، عندي جوج وليدات. عاودينا من الاول، كيفاش خرجتي، كيفاش درتي جوج وليدات؟ اخويا كنت في دارنا، انا كنت كنقرا كنت بخير عايشه مع دارنا، يعني ما خاصني حتى شي خير، بحكم اخويا سير المراهقه عندي 17 سنه لعبات عليا بزاف. تعرفت اخويا على واحد الدري كان كيجي للمدرسه تما، يعني بقيت معاه السيد كلالي دماغي بزاف وصافي، يعني تقش فيه يعني شحال من حاجه، صافي حملت معاه بالبنت، بابا ما رضاش بهذا الشيء، خرجت للزنقه، خرجت كنت مشيت لحي الحساني، كنت كنعس في ديك الجرده اللي في حي الحساني، يعني دوزت التشرد، تدرت 7 شهور في كرشي، عاد ريحت قلت انا شحال قدي غادي نبقى في هذه الزنقه، شحال قدي غنبقى ندور، انا خاصني نجمع راسي ونشوف. جا واحد السيد مسكين عاود لي المشكل عندي تما نيت، قال لي ما كي كتبكي، قلت ليه ها كاين وكاين، جا مسكين هنا اللي ساس فكره ليا كراليت ولدت بنتي، مني ولدت بنتي يا خويا صانيت الاب ديالي، قلت لي زعما يحن قلبك فات الصبيه وانا ولدت وهادي، وزعما راه الحامل خنز تيهزوه مالي حن فيا انا غلط ودرت راسي المراهقه انا، راه يعني انا كون جاني في هذا الوقت دابا اخويا راه ما نغلطش. صافي اخويا قال لي سيري ديك الدريه ديرها في لاطه ودخلها الفران، فحال ماكا قال لي ديري لاطا ودخلها الفران، قلت لي انايا الكبده عندي والقلب عندي وملي غنديرهم في لاطا وغندخلهم الفران ما يجيشكم نتوما، واخا والديا واخا انا اللي غلطت معاكم اه والله يسمح ليا منكم، ولكن راه ماشي كلمه خويا تقول لي راه كيف ما انا كبتك وما رضيتيش بيا ملي درت المشكل، راه كيف ما تدريه راه كبتي، وراه مع ذلك اخويا راك شفتيها راه 3 سنين عندها دابا، راه ما لحشهاش انا ولادي راه نهزهم بسناني. قال لي ديرها في لاطا ودخلها الفران، قلت لي راه كبتي وقلبي ملي غنديرهم في لاطا وغندخلهم الفران ما غنديرش الدريه. صافي من تما تقطعت العلاقه معاه. صافي نقولك في 2019 فحال ما هكاك 2019 بقيت مع البنت، هزيت بنتي خدمت عليها ما نكذبش عليك اخويا، كنت كنوض في السرويه كنخدم، خدمت على بنتي ما نقولش لك، صافي كبرت بنتي كنت حاطه عند المربيه كنخرج نخدم. صافي مشات ليام جات ليام تلاقيت مع باش ولدي باش هذا المشكل اللي عندي دابا، تلاقيت معاه قلت لي شوف اود الناس انا راه اللي داز عليا وهاللي داز عليا وهاللي داز عليا، انا ما بقيتش باغا نفس المشكل ومع ذلك طحت في نفس المشكل، قلت لي انا ما بقيتش باغا نفس المشكل يتعاود، شوف اود الناس الا كنتي باغي المعقول مرحبا. قال لي هو مرحبا بت الناس، مشى لدارهم قال موراها كاين وكاين، مو صراحه ما هربت من حتى شي حاجه، قالت ليه مرحبا سولت عليا مور مع شنو، قالوا لا راه عندها بنت، صافي غير اللي عندها بنت راه خايبه ما مزياناش، مشات عندو قالت لي هذيك هي اللي ما تدخلش عليا. بقيت السيد صافي قلت لي قال لي لا زعما نتكاتبوا بالتخبيه ونكريو، قلت له ود الناس الحاجه اللي ما فيها معقول وما راضينش بها الوالدين انا ما عندي ما ندير بها، خليني عايشه مع ولادي فحال ما هكا بخير. حملت معاه بهذا الولد هذا، حملت معاه وصلت هي ساقت الخبر. كيفاش قلتوا نديروا هذا الولد هذا، كيفاش قال لك نديروا هذا؟ قال لي امي راه ما غتبغيش، راه امي راه ما بغاتكش، الا بغات حملي راه ما غتبغيش تلوح هذيك الوليد ولا ديك البنيه اللي غتولدي راه غتبغيهم. حملت انا ما كنتش باغا اخويا نكذبش عليك، ها شو كي تقاولبس مني حملت بالولد
ملي حملت صافي ساقات هي الخبار. المهم بقينا في مشاكل فحال ما كاكش. نهار ولدت الغد لي فجيش من المهم فجيش من السبيطار. المهم جيت هنا بت الغد لي هبطات عندي. بديت كنبكي عليها وقلت لها استريني ودريني فحال بنتك وانا راني ما بين ليله ونهار راني الناس اللي كانت دير النقاب ودير الخمر انا راه ندير السد راه بنادم ما يعرفنيش وت انا رحميني ورات انا باغا نجمع الشمل ونجمع شمل وليداتي زعما ديري فيا هذا الخير هذا. قالت لي الخير اللي بغيتي نديرو فيك هو غتعطيني الدري. قلت لها كيفاش انا ما كذبش عليك خويا غتعطيني يعطيني الدري. قلت لها شنو واش نكتبو معاك اش تقول لي غتكتبيه معايا ولا تبيعيه مال وارض غتبيعيه وتشريفه غتعطيني. قالت لي الدري يعيش معزز مكرم وبخير. وساقت لي الخبر كنخرج نطلب بيه حش انا فرانيس اخويا ما نكذبش عليك كنخرج نطلب على ولادي. ما كاينش اخويا المصروف ملي غاجي المصروف ولدي راه عنده شهرين وشي حاجه واش هاد الشهرين غيبقى عند المربيه ما كنشربوش اخويا انا ولدي الشهرين ها كنشربو سليم اللي كنشربو راه ما عنديش اخويا الامكانيات انا غنشرب ولدي الحليب. قلت لها عاونيني يعني اللي كاين شي. قالت لي لا الخير اللي غندير فيك غتعطيني الدري وانا اخويا راه ما غنعطيش ولادي راه لو تلاصق السما مع الارض وغتفرجي في هذا الفيديو وغتسمع هذا الشيء انا راه ما غنعطيش ولادي غنهزهم بسناني. انا شاده الكوزينه ب 8000 ريال هاي 2 متر وفما كاملاش وقدر الله وما قديتش على الكره غنهز ولادي وغنمشي نعس في الزنقه وندير كرطونه وما عنديش اشكال. وخا بنادم لو يسبني ويعايرني ويقول لي ولدتي الاول ولا الثاني ولا انا راه ولادي هذوك راه كبدت راه غنهزهم بسناني. انا راه ما يمكنش انا كون بغيت نعطي الدري نعطي الدريه ونبقى ديال راسي كندور ما حتى حاجه ما غتثقل عليا. ولكن انا خويا راه ولادي هما اللي هرسوا لي راسي انا ولادي هما اللي انا عندي انا عندي تفاؤل مع الله انا غنلقى الخير في ولادي. انا هذه انا ضميري كيقول لي انا عندي كنجي كنقول غيجي واحد النهار وبالخصوص بنتي بنتي راه 3 سنين تبارك الله وكتعرف كل شيء. انا بنتي ملي كنت معايا الفيروج كنقول لشي واحد شي راجل كنقول ليه تعاون معايا خويا الله يرحم بال والدي كتقول لي ماما شنو كنقول لك ما تبقيش طلبي قدام السيد واقف حدانا تتقول تقول لي ماما ما طلبيش حنا ثاني جاتنا الصطافي تما حشومه كيحاربوا هادشي ديال الطلبه كيقولك ما يبقاوش. هربنا تخبينا تحت من واحد الشجره وداك البوليسي جا بقى كيقلب ويلقانا تما هي مع شافته بدات كتبكي. قالت لي مديش ماما عافاك الدريه وقفت كتقول لي عافاك مدي الدريه كنقول لك 3 سنين راه تقول تبارك الله عندها 8 سنين راه كتعرف بنتي بزاف تقول لي عافاك مديش ماما ويقول لها مسكين هو قوت راه واخا يكون يهودي وغايقول لي ديك الدريه الصغيره واخا مسكين بدك قال لا ما غنديش ماما كاي ماما كتبقى حداك مسكين زاد وخلاني ما هزنيش طلعني للصطافي داني للكوميساريه زاد وخلاني قال لا انا ما غنديش ماما كي مسكينه مني شافتني مني انا الشا قال ديك الكلمه ما كذبش عليك اخويا تاثرت بزاف مني بنتي قالت شكاك سار اخويا جوج دمعات من العين ويات المسكينه دارت لكم ما فحال ماك وكتبسح عليا شي تقول لي ما تبكيش يا ماما ما تبكيش غير قالت لي انا غادي نكبر وغيولي يبقى معايا خويا وانت غتمشي تخدمي ما تبكيش بنتي كتمسح عليا في دموع شي تقول لي ما تبكيش يا ماما عاد انا غنفرط اخويا في ولادي ونعطي مرا ولادي راه حنان فيا وراه عندي امال بيني وبين الله ولادي راه غيحنوا فيا غيجي واحد النهار ربي راه كبير ما باغاش نسمح في ولادي خويا انا هما اللي كنت توسد راه جوج مانط رقاق راه كنعس بهم مانطه وحده كنتغطاو بها حنا كاملين وبالليل تضربني اخويا اقسم بالله راه الشرجم صغير كنكونو ناعسين بالليل كتضربني ديك الفيقه كنحس بالبرد تخلي انا في ضلوعي لدرجه بنتي وليت كنلبس 5 تريكوات حتى بالليل كتقلب تطلع على المانطه غير باش ما تحش بالبرد راه ما وبيني وبينك اخويا انا كنحط راسي هنا واش رجلي غيوصلوا لذاك الحيط راه ما غيوصلوش لذاك الحيط راه شوف راه مترو راه ما كاملش كي غندير انا غادي نعس انا ومع ذلك كنحمد ربي ونشكر اخويا انا كنحمد ربي ونشكر وكنحمد ربي ونشكر ولادي معايا ولادي انا راه ما غنفرطش فيهم واخا عايشه هاد العيشه وما لاقي لا فراش لا حوايج ما لاقي حتى شي حاجه وانا خويا راه ما غنلوحش ولادي واخا تكون تسمع فيا وغتفرج في هاد الفيديو ما عرفتش شنو يوقع راه ولادي راه ما غاديش نلوح ما خليني اللي بغى يوقع يوقع انا عاطي امر الله اللي دار الله هي اللي غتكون انا واخا ما عنديش الفراش ما عنديش الحوايج ولدي ولد راه عنده دابا غادي في 3 شهر الطراطق باقا كنلبسهم ليه ديال شهر كيجيهم صغار الطراطق ما كنسدهمش ليه ومع ذلك كنقول كنحمدك يا ربي ونشكرك ما حنوش فيا علاش يحنوا فيا كيقولك عطينا الدري وانا راه ما عطاكش الدري راه واخا نقول لك ولدي راه شربته سليم عمرني هزيت تليفون اخويا وعيطت ليها وقلت لها الو فلانه خاصني الحليب وخاصني ليكوش ولا خاصني ما كنقولش ليهم هذا الشيء ما خاطه بنتها واحد النهار جات لي باكيت ليكوش وانا ديك باكيت ليكوش ناض عليها الصداع جات تابعاني على بنتي اجابه عندك علاش جات لك باكي وشويه كتقول لي
واحد قرا على بغات دير الخير ودابا شنو واش ما غتعطينيش الدري؟ قلت لها سوفي خا نقولك واحد جوج كلمات، انا راه ما غنعطيكش ولادي، ستريني ديري وحده من بناتك سترتيها. انا راه ما بين ليل ونهار، قلت لها انا الزرقاء ما نشوفهاش، انا الناس دير خمار انا راه ندير السد. بنادم ما يعرفنيش شكون انا، ملي كتقولي عندك بنت وكتشي دايره ودايره ودايره، انا راه انا غير انا راه ما كرهتش اخويا، انا راه باغا نجمع الشمل ونجمع شمل وليداتي، ما باغاش انا كل واحد اخويا ولادي ما يكبروش مع اب. انا هادشي اللي كنتمنى، انا كنتمنى غير يتجمع ليا شملي، ما باغا وشي الكوزينه هي صغيره ودي كنقول حمدتك يا ربي وشكرتك لقيت فين نعس، واخا ما عندي لا فراش لا مانط لا والو، كنخشي ولادي كنحضرهم تحت مني كنقول لك، وبنت راه كيكون البرد وكنشدو كنكمدها في المانطو وكنخشيها تحت مني وكنعطي لولدي بظهري. علاش؟ حيت ولدي عنده مانط عطيه لي واحد السيده كنديروا فيها مزيان على البرد. خويا حمد ربي وشكرته، حمد ربي وشكرته، انا باش نعطي ولادي راه هاد الفكره تحيده من بالي، الله يعطي ولادي راه ما غاديش نعطيهم جوج. تقولي غلطتي الغلط الاول ما تزيديش الثاني، راه بصح نيت انا راني غلطت ماشي ما غلطتش، راه غلطت ودرت غلط كبير لانني انا ما مجوجه ما حتى شي حاجه، ولدت ولده فوق من ولد. راه بصح راه من حق بنادم يقول هادشي، ولكن انا راه كتب عليا المكتوب، واش انا شي حاجه مكتب عليا سيدي ربي؟ قولي ما تكتبش عليا، راه كتبوا هاد الوليدات للدنيا يعيشوا، واش انا نوض دلوحهم؟ نوض شحال من واحد اخويا كلقى انا ولاد الخيريه تلقى مشي نعسو في الزرقاء كنمشي انا بحكم انا كيبقى فيا هادشي، مشي عندو مالك اخويا علاش شنو خرجك كيجريو علينا من الخيريه؟ انا كنقول لك بغيت نعرف، كيقول لك انا الامنيه ديالي نعرف امي، اشنو غتنتظري؟ عاد انا اخويا نعطي ولادي؟ انا راه ما غنعطيش ولادي. ايمان يعني قلتي لي في عمرك 21 سنه، بزاف الناس يقول لك علاش ما خديتيش تمشي تخرجي؟ علاش ما ما كرهتش نخدم اخويا، ما كرهتش نمشي نخدم، راه ولدي كنقول لك نشربو سليم، انا راه ولدي راه باقي ديال باقي الحليب ديال الفرماسيان، انا ولدي كنت عنده 7 شهور غير نديرو غير 5 شهور 6 شهور كياكل وكيشرب ليا سليم غيوافق لي كلشي، كنقسم بديني اخويا تنخرج نخدم. انا ما مالفاش بالطلبه، انا كنوقف على الطوموبيل كنقول يا خويا تعاون معايا، مني تيقمعني ماشي تيقمعني تيقول لي الله يسهل الله يجيب، وفهمتي كل واحد وشنو غادي يقول لك، كاين اللي كيحنفك يعطيك. انا كنبقى نبكي حيت عمرني خرجت للطلبه، عمرني عرفت الطلبه شناهي، تعرفتها في طريق ولادي، وما عنديش اخويا مشكل انا، واخا بعت وجهي على ولادي ومازال نبيع وجهي على ولادي ما عنديش مشكل. الحاجه الوحيده ما نفستش، انا ما باغاش الفساد وما باغاش الحرام ندخلو على ولادي، ما نكذبش انا بنتي راه عمرني خرجت في ست، وبنتي كنقول ندير قيمه وندير اعتبار لبنتي اللي ما درتوش الوالديه، حيت ديجا وقع لي مشكل في نفس هذا الشيء، كنقول نديرو لبنتي. بنتي راه بسلامتها راك 3 سنين كتعرف شي حوايج، راه تهضر معاك راه راسك يضرك، بنتي كتعرف بزاف وخرجت خدمتي عليها وتقاتلت عليها، تعرفت بوت بوت ولدي، تعرفت هاد السيد هذا تيودنا الجواج يا خويا فاش طحت هاد اما انا كون عليا انا ما نتصيدش، راه بنتي تبقى معايا ودابا الحمد لله ربي كتب عليا هاد الوليد حتى هو غيعيش غيعيش، باش ما عطى الله كيف ما عاشت بنتي كيف ما غيعيش هو، وكنحمد ربي ونشكر اخويا الحمد لله. اخويا خويا رسالتي للمحسنين، انا ما كنطلب حتى شي حاجه، كنطالب بالحليب، عرفت فين حطيت هذاك، كنطالب اخويا بالحليب، بغيت شي محسن ولا شي محسنه الله يرحم ليكم الوالدين الله يجازيكم بخير، ما ديروش بوجه انا، ديروا بوجه الصبي اللي شهرين ولا شي حاجه خاصو يشرب الحليب، ها هو وخاوي كنشرب فيه سالم، ها هو خوالي بقى عندي حتى شي حل، الله يرحم ليكم الوالدين. هاي نمرتي غير خليها ويصوني وليا ويجيو عندي تشوفوا الحاله بعينيكم، تشوفوا هاد متر ونص ولا ما عرفتش ما كاملش فين كنبات انا، والحمد لله كنحمد ربي ونشكره. اول بغيت شي واحد يتعاون معايا يجيب لي الحليب، ما باغا والو شي تليكوش ناخذ ديطاي، ما عنديش الحليب، اول درا قصا حليب مصران اخويا، راه حشاكم كيدير كاك ديالو مره في النهار وكيدير قاصحه بزاف، كرشه اخويا دخلت عاك بالله باقيس لي كرشه غتلقاها قاصحه، ويلا مختناه يلا 3 ايام دابا باش مختناه، ختناتو ليا واحد المره الله يجازيه بخير. هادشي باش كنطالب اخويا، ما باغا حتى شي حاجه، باغا غير الحليب، باغا شي محسن ولا محسن يجي يدق عليا ويجيب لي كوكه الحليب، ما باغا والو، هادشي كبر ولدي ندير ليه سالم وكنقسم بديني اخويا، حتى كنخرج نخدم انا القهوه نخدمها ب 7000 ريال السيمانه ما عنديش مشكل، نمشي نخدم في دار ميناج 10000 ريال السيمانه ما عنديش مشكل، انا باغا غير وشتي حتى دابا، حتى دابا من هاد الفيديو ديال لقا شي مرا تقول لي جي خدمي عندي وجيبي معاك ولدك، نمشي من غدا عندها، العيب العري اللي قالت لي وما مشيتش، من غدا ندير ولدي في ظهري وبنتي عطا الله فنخليها عند الدريات صحاباتي وغنمشي نخدم عندها ما عنديش مشكل.